الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الكرام، الليلة نستكمل بعض دروس سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، سيرة أشرف سيرة لإنسان على وجه الأرض صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه. ولولا يكن لك من وراء هذا الدرس إلا أن تكثر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لكفاك ذلك. يعني حتى لو كانت المواد العلمية المقدمة ضعيفة أو ركيكة أو مغلوطة أو فصبرت عليها والتحقت بها لتكثر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان لك في ذلك خير كثير. Tonight, inshallah, we will continue. I will continue the classes of life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the biography of the most honored human being Allah ever created, the person who will occupy the highest stage in the paradise. And if any class of knowledge, if you think it is not that strong for you, or you already know this, but you attend to keep saying sallallahu alayhi wa sallam every time you hear his name, that's enough blessing. Maybe you will walk away and you get busy with dunya, and you miss all that these blessings only to mention the name of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. كنا توقفنا عند فضل أمنا خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وتذكرة سريعة بفضل خديجة رضي الله عنها في حديث واحد، حديث جليل رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام زار النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خديجة قد أتت، يعني هو في بيت خديجة وأثناء يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءت خديجة للنبي، هي لا ترى جبرائيل ولكن جبرائيل في البيت يراها، فقال: هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام أو شراب، فإذا هي أتتك، يعني لما توصل عندك، فأقرئها السلام، فأقرئ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. الحديث جميل، سبحان الله، موجود في البخاري. هذا الحديث يشير إلى فضل أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وأن الله عز وجل يرسل لها السلام، فلولا أنها مما فعلت من دعم النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغت تلك المنزلة إلا بفضل ربها وبفضل عملها الطيب مع النبي صلى الله عليه وسلم. البيت في الجنة من قصب، القصب اللي هو اللؤلؤة الكبيرة المجوفة، لؤلؤة كبيرة مجوفة، من بداخلها يرى ما بخارجها وما بخارجها لا يرى من بداخلها، زي اللي احنا بنسميه التنت ده، يعني لكن طبعا سبحان الملك في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا أذن سمعت. لا صخب فيه، يعني مفيش ضوضاء بقى، انتهى الضوضاء الدنيا دي خلاص، وما فيش حتى حال اي انسان في قلبه شيء ليصخب او ليصيح او يصرخ او نحو ذلك. نعم تامه جليله متتاليه متتابعه
لا تمتنع ابدا. ولا نصب يعني لا تعب. النصب ابسط انواع النصب، لو انت حتى تريد ان تتمخط او تسعل او نحو ذلك، او تشعر بشيء من الجوع او تشعر بشيء من العطش، ولا خلاء، ولا تحتاج الى خلاء، ولا رائحة بذيئة للعرق، ولا أي شيء خالص من هذا الكلام. نهاية، فذلك لأن الجنة ليس فيها أي شيء منها أبدا. حتى أنت تأكل وتشرب في الجنة متعا فقط، لا تأكل لأنك جعت، إنما تأكل من باب التمتع فقط، وإلا فأنت لا تحتاج إلى طعام ولا إلى شراب. نعم، إذا رأيت طائرة تندهش وتشتهي أن تعرف طعمه فتراه أمامك، ولكن ليس لأنك جوعان، فيبقى أمامك مشويا، فإذا أكلت وشبعت طار وذهب في الجنة لغيرك إن أراد أن يأكل منه. ف I will quickly remind you with the excellence of Khadija in the eyes of Almighty Allah. Khadija, Angel Jibreel was in her house talking to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam while she was coming carrying some food or drink to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Jibreel alayhi salatu wasallam said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, give Khadija salam of her Rabb to her and another salam from me, from Jibreel, and give her the glad tidings of a beautiful house in the paradise from a huge hollow pier, Lugdu, which the women wear it in the necklace, which they bring it from the sea. Has to be a sea, not a river. You cannot bring lulu except from seas, like the Arabian Gulf, Mediterranean Sea, whatever. It's inside a shell. And so a huge one. She can see from inside out, but nobody can see from outside in. And he said to him also, and tell her, there is no any hassle in that house, and no tiredness or any difficulties whatsoever. This hadith is in Imam Bukhari on the authority of Abu Hurairah radiallahu anhu wa ta'ala. Now we will switch to a different subject. Building Al-Kaaba. Everybody knows that Al-Kaaba been built from time of Ibrahim alayhi salatu wasalam. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وفي آية أخرى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فالجمع بين هاتين الآيتين الكريمتين أن الله عز وجل دل إبراهيم عليه السلام عن قواعد البيت التي أسسها آدم عليه الصلاة والسلام، فاندثرت بمرور الزمن السحيق البعيد، فدل الله إبراهيم نبيه وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام على مكان القواعد لما بلغ معه إسماعيل السعي، وبدأ يعاونه في هذا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فكان إسماعيل عليه الصلاة والسلام يعاون أباه صلى الله عليه وسلم في رفع القواعد. رفع القواعد يعني مش انه هو هيطلع القاعده يرفعها، لا، يعني يرفع شاهد على اصول القواعد. وهذه الفاظ هندسيه لا يعرفها الا من عمل في المجال الهندسي بعض الوقت. والحمد لله، يعني انا كنت بساعد اخي في البروجكت بتاعه بتاع الهندسه لانه هو خريج هندسه أصغر مني، فكان يعلمني بعض المصطلحات فوجدت فيها غرابة، يعني كلام القواعد
الأساسات، هذا الكلام موجود في القرآن. حتى تجد في القرآن إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يفاجئ قوم فإنه يفاجئهم من حيث لا يحتسبون، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. قد أسلم مهندس كافر بسبب هذه الآية لما قيل فخر، فأتى الله بنيانهم من القواعد. يعني وفي هناك قاعدة في الهندسة، لو ضربت أو لو كسرت قاعدة العمود الذي يحمل البناء لسقط السقف. فسبحان الله، ما كانوا يبنون هذه الأشياء وما كانوا يعرفون هذه الألفاظ، ولكنهم كانوا يبنون ارتجالا بالطوب اللبن أو من صخور من الجبل. المهم حتى لا أطيل عليكم، أنه الله عز وجل أذن لإبراهيم في رفع القواعد من البيت، وعاونه فيها إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، ثم كانت بقاياها عبارة عن حجارة إلى جوار بعضها بعض، ولم تكن على الهيئة التي تعرفوها اللي هي الهيئة شبه متوازي المستطيلات هذا، لا، وإنما كانت عبارة عن دائرة. يعني لو افترضنا أن هذه دائرة، هكذا افترضنا هذه دائرة، كانت دائرة لها ركنان، يعني أشبه بالعدسة، أشبه بمنظر العدسة هكذا، يعني أشبه بشكل العين. كانت أصلاً هكذا دائرة من هنا ودائرة من هنا، ولها ركنان فقط تشبه العين، عين الإنسان. فجاء سيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، فملأ ما بين الجبلين العظيمين حول مكة، فيعني ارتفع الماء إلى هذا الحد، ثم اندفع إلى الوادي الذي فيه بيت الله فانهدم. فأرادوا إن هم انهدم جزء منه، فأرادوا إن هم يهدموه كله عشان يعيدوا بناءه. فيقول الحديث أنه كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرطمي، رطمي على الصخرات كان ببعضها، وكانت غير مسقوفة، لم يكن لها سقف، وإنما توضع ثيابها عليها ثم تسدل سدلا عليها. يعني ثياب الكعبة ما كانت تلبس فوقها، وإنما كانت توضع على شفير الجدار ثم تتدلى، لأنها كانت جدار مثلا هكذا، جدار ليس له سقف، فيوضع الثوب ويتدلى عليها هكذا، ما كان لها سقف إلا فيما بعد. فيقول الحديث ثم تسدل سدلا عليها، وكان الركن الأسود موضوعا على سورها تأدبا، كان حولها سور بسيط حتى يحموها من الحيوانات أن تقترب إليها. وكان الحجر الأسود مش في المكان اللي أنتم تعرفونه الآن، وإنما كان موضوع على السور، يعني من باب التأدب والهيبة لهذا الحجر، وكانت ذات ركنين كهيئة الحلقة، لها ركنين بس وهي في أصلها حلقة. فلما جاء الفيضان هذا صادف أنه كانت سفينة من سفن الروم قد جاءت يعني تبحر في البحر، فلما اقتربت البحر الأحمر اللي هو حالياً إذا كنتم يعني حافظين أسماء البحار، وهو على اليمن، يعني عندك اليمن البحر الأحمر ثم بداية المحيط الهندي، فكانت في البحر الأحمر، فلما اقتربت من جدة تكسرت ودفع الموج المركب المتكسرة إلى شاطئ جدة. فلما سمع أهل مكة بهذا الخبر بعد حين وصلهم الخبر، قالوا نأتي بالأخشاب من هذه السفينة نبني بها بيتا.
فذهبوا للإتيان بالخشب فوجدوا على الخشب رجل رومي، وكان هذا الرجل الرومي نجارا أصلا، وهو كان من ركاب السفينة. فقالوا نريد خشب هذا الخشب، أنتم لن تنتفعون به. قال خذوه، فأخذوه معهم حتى يشرفوا على إعادة بناء الكعبة باستعمال هذا الخشب لأنه نجار، وفرحوا به. فلما أرادوا أن يهدموا ما بقي من البيت إذا بحية عظيمة سوداء الظهر بيضاء البطن ظهرت على وكانوا هم في البيت ذهابا وإيابا وما رأوا هذه الحية من قبل، وإنما ما أن أرادوا أن يهدموا البيت إلا وظهرت هذه الحية ووقفت على السور فاغرة فاها لكل من يحاول أن يمس أي حجر من الكعبة. فإذا أراد أحد أن يمس حجرا يرفعه انطلقت ناحيته فاغرة فاها تهدد، ولكنها لم تعتدي على أحد. فاجتمع أهل قريش ودعوا الله مخلصين، قالوا ربنا لم ترى، يعني يا رب لا نريد ببيتك سوءا، لم ترى يعني لا نريد ببيتك سوءا، أردنا تشريف بيتك، يعني عايزين نشرفه ونخلي شكله يبقى أفضل وأجمل، فإن كنت ترضى بذلك وإلا فافعل ما بدالك. هم علموا أنهم ممنوعون من هذا، فعجوا إلى الله عز وجل يستغيثون به يستأذنون، فما انتهوا من دعائهم إلا سمعوا صوتا فوقهم، فنظروا فإذا طائر عظيم أكبر من ابن آدم في الحجم قد جاء، ظهره أسود وبطنه أبيض ورجلاه بيضاء وتاني، فهجم على الحية من رأسها فأمسكها ثم طار بها بعيدا يتدلى ذيلها عظيما خلفها في الوادي حتى غابت عن الأنظار. فعلموا أن الله يأذن لهم في ترميم بيته أو إعادة بنائه. We have a nice story about rebuilding Al-Kaaba after the flood came and destructed Al-Kaaba in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam while he was young man or a big boy sallallahu alaihi wasallam, and he participated in rebuilding Al-Kaaba. It was mentioned that Quraysh, when they intended to rebuild Al-Kaaba, they found or they heard that there is a ship was sailing in the Red Sea, and that ship, all built from wood, was a Romanian ship. It was sailing in the Red Sea, but it happened, it broke next to Jeddah, city of Jeddah. So they heard that it has plenty strong walls. So they intended to travel from Mecca to Jeddah to bring that wood to use it in rebuilding Al-Kaaba. They went and they found the wood by the coast of Jeddah, but they found a Romanian person who was on board of that ship before it broke, and they asked him, we need that wood. He was happy, gave him the wood, and he took him himself with them to Mecca because he was a carpenter, and he used his experience to rebuild
بيت بيت الله الكعبة. كعبة was in the shape of a, like a ring, like a circle, but that circle has two corners. It's not accurate circle. It looked like the eye shape. And it was built, it used to be built from rocks beside one another. And everybody knows that Ibrahim and Ismail alayhim as-salatu was-salam were the first people to rebuild the Kaaba after the establishing of Adam of the Kaaba the first time. So the first time of the Kaaba by Adam, then it was disappeared because of sand, weather changes and this issues. But Allah subhanahu wa ta'ala show Ibrahim the places of the Kaaba, of the foundation of the Kaaba, and Ibrahim made it high. And he had, if you go to make Umrah and Hajj, you will find one big stone has the footprint of Prophet Ibrahim. When he stand up on that stone to reach higher, so his feet went into the stone, and till now you still see Fadl. You still see the footprint of Prophet Ibrahim, but it is not legal or it is not halal or permissible to go and touch that stone or the glass box around the stone to seek blessings, as plenty of ignorant people they do. What happened when they decide and they had a plan to refurbish the Kaaba? They found, because it was like a fence, low fence surrounding the Kaaba to protect the Kaaba from the animals to go or to dirt the Kaaba. So they found on that fence a huge snake, very huge snake, with black back and white chest. And that snake stopped them from touching any stone of stones of the Kaaba. If anyone tried to touch a stone, the snake used to attack without biting, but used to attack as if she's about to eat him or to bite him. That's why they get together and they decide to make a prayer to Allah, asking him to give us, to give them permission to refurbish Al-Kaaba. So they said, "Oh Lord, do not be afraid. We don't mean to destroy your house." Of course Allah knows, but this is how they express themselves. They said, "Don't be afraid. We won't harm your house. We want to honor it more, to make it look better and be stronger. Then why, and you decide what you want." This is how they spoke to Almighty Allah in the prayer. Allah sent a huge bird, bigger than a human being in size. And that bird has the same color of the snake, black back and white chest and legs. The bird grabbed the snake from the attack, the snake, and hold it by his legs from the head, and ran away and flew away. Everybody see the tail of the snake touching the sand while, because it's heavy, while the bird is taking it away, and they start to refurbishing Al-Kaaba. Once they start to do it, they made Al-Kaaba high, about 20 yards high. If you need to know the exact dimension of Al-Kaaba, you can go online. You will find the beautiful, fine details on the line, if you person who interested in these things. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was among them. He was dressing on him sallallahu alaihi wasallam namira, or numara. Namira, هذه ثوب فيه خطوط. قميص فيه خطوط.
فكان يلبسها صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع الحجارة مع قومه لرفع الكعبة. فكان الحجر يعني يؤلمه في كتفه صلى الله عليه وسلم، أو يجرحه لأنه صخر وهو فتى غض ضعيف. فمن حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معه الحجارة للكعبة وعليه إزاره، وفي رواية عليه نمرة. فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. يعني قال له: أنت خلاص لابس النمرة هذه، فك الإزار عشان خاطر تحطه تحت الحجر، ترفع عشان تحمي كتفك من الأذى. ففعل ما أمره به عمه العباس، فانكشفت عورته صلى الله عليه وسلم، فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا، فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا صلى الله عليه وسلم. وهناك رواية أخرى تقرأ في كتب الحديث أنه طعنه أحد في مخصرته صلى الله عليه وسلم لما حل إزاره، فطعن في مخصرته وسمع صوتا يقول: لا تعد لمثلها، فلم يعد لمثلها صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم was participating in rebuilding الكعبة، and he was wearing a shirt with stripes. The name of that is Namira. And he had Izar too. His uncle Al-Abbas felt sorry for his shoulders, because once he put the stone on his shoulder, it will scratch or cause cuts to his shoulder, sallallahu alayhi wa sallam. So he said to him, take off your izar and fold it several times and put it beneath the stone on your shoulder to protect your shoulder. So he listened to his uncle, but once he took off his izar, because he became part his aura, his modesty was exposed. So he fainted. They found him faint, and he never been seen exposing his awra since that time, and he was a young boy. And in another hadith, that some invisible thing hit Rasulullah once he uncovered his modesty to take the izar to protect his shoulder totally. So he found somebody giving him a hard hit on his mikhsara, يعني في جنبه صلى الله عليه وسلم. And he heard the voice, don't do that again. Since then, he never been seen naked among his people ever, since that time. وعندنا أيضا قصة تحكيم قريش الله، وكلكم تعرفونها، ولكن نمشي تباعا في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، كما ورد بالمطالب العالية، أن لما أرادوا أن يرفعوا الحجرة، وذلك بعد أن اكتمل البناء، فأرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود فيضعوه في المكان المشرف الذي خصص له، وهو يشبه المكان الذي نعرفه الآن، ولكن الحجر الموجود غير الحجر الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. غيره من ناحية ماذا؟ تفضل. الحجر كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، أما الحجر الموجود الآن في الكعبة المشرفة ما هو حجر كامل، هي بقايا الحجر، قطع من هذا الحجر. فإن القرامطة قد سرقوه وبقي عندهم عقود، ثم عاد جلبه المسلمون مرة أخرى ووضعوه، ولكن كانوا قد كسروه، فأخذوا ما بقي منه
وصبوا عليه فبرزت قطع منه. لو تنظر إليه جيدا تجد أنه قطع بارزة متراصة إلى جوار بعضها، وعليها صبة سوداء تمسك بالحجر أصلا. وهناك روايات الله أعلم بصحتها أن هذا الحجر من الجنة، وأنه نزل من السماء أبيض اللون فسودته ذنوب العباد، فسودته ذنوب العباد. وروى لي أحد نظنه من الصالحين، أحد الناس نسأل الله، الله أعلم بسريرته، أنه رأى الحجر الأسود على الهيئة التي أنزله الله إليها بها إلى الأرض، وكان أسودا أو كان أبيضا شديد البياض. ثم فلما مسح الرجل يده على الحجر الأبيض في رؤياه تحول إلى السواد. وفي هذا مصداق الحديث الذي يعني هذه الرؤيا تؤيد الحديث الذي يقول الله على بسنده أن لما تحقق منه أن الحجر كان أبيضا، فلما مسحه الناس وأقبلوا عليه يقبلونه ونحو ذلك اسود بمرور الزمان، لأنه من مسحه يشهد له يوم القيامة ويكفر الله من سيئاته، فلذلك تحول إلى لونه اللون الأسود كدلالة على أنه قد تخلص من سيئاته. وما يفعل ذلك إلا الحجيج، وما يفعل ذلك إلا المعتمرة والحجيج، والحجيج من الناس، والله أعلم بالصواب. فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر إلى مكانه اختلفت القبائل، كل يقول أنا أولى، وهذا يقول أنا أولى، يعني زعماء القبائل. فقالوا إذا نحتكم إلى أول رجل يدخل من هذا الباب. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجل شاب أو شاب صغير، فلما دخل برغم أنه صغير إلا أنهم رضوا به جميعا، فقالوا جاء الأمين، جاء الأمين. فحكم بينهم أن ابسطوا رداءكم، فبسطوا رداءهم فوضعه صلى الله عليه وسلم في المنتصف، ثم قال لهم احملوا جميعا، فحملوا جميعا. والروايات تقول أنه تناوله صلى الله عليه وسلم فوضعه، لأنه هو الحكم، فرفعوه جميعا إليه فأخذه فوضعه في مكانه. والله أعلم بسند هذه الأحاديث، فأنا أعتذر لأني لم أراجعها، وإنما حضرتني وأنا أتكلم فأردت أن أثبت أني لم أراجع سندها، ونرجو من الله أن تكون لا بأس بها. When Rasulullah صلى الله عليه وسلم, after they finished refurbishing the Kaaba, they made it higher. They made it 20, almost 20 yard high. And they now have a dispute about who will put the black stone in its place. The black stone, which we have nowadays in the Kaaba, in that corner, it is not the whole stone, because that stone been stolen by a group of people. Their name was Al-Qaramita. So they stole it, and it remained with them for decades. And then Muslims were able to take it back and put it in their in its position back, but they destroyed it. So they found some pieces of that stone. They sealed it together somehow to be together. And now this is what you see. If you look into the corner of Al-Hajar, this is what you will see. Small pieces, you can see that online too. You can type Al-Hajar Al-Aswad or black stone. You will see the look of it, like small pieces together and glued together with a black material. That's why, and the hadith to say that actually I'm not so sure about the proof of these hadiths, because I didn't make enough research to find out if these hadiths are highly authentic or at least accepted. So they said these hadiths saying
that stone descended to the earth with Adam عليه الصلاة والسلام, from the time of Adam عليه الصلاة والسلام, since he built the Kaaba, the first one. And since then, people, they make Hajj to Al-Kaaba over centuries. And time by time, they used to touch or kiss Al-Hajar, like what happened from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hajar, the stone, turned gradually to be black. So why we don't have the name white stone? And we call it black stone, because people, after a long time, when once they see it and start to be shown to more majority of people, it became black already. So people start to call it black stone, while it descended originally white, but it turned black because of the sinful deed of the human being. And here we can start to discuss the issue of the revelation. Bab al-Wahy. Rasulullah, everybody knows that he was very famous with the name of Al-Amin, As-Sadiq Al-Amin, the truthful, the trustworthy, sallallahu alayhi wa sallam. He was famous with that name. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, before receiving al-wahy for 6 months, he used to see dreams, and then next day the dreams become true exactly as he saw it, sallallahu alaihi wasallam. لذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. يعني لو قسمنا النبوة إلى 46 جزءا يبقى الرؤية الصالحة جزء واحد من هذه الرؤى, من هذه الأجزاء. لما قال هذا صلى الله عليه وسلم؟ ولما تحديدا 46 جزءا؟ يعني لما جزء من 100؟ لما لم يكن جزء من 50 جزءا؟ ولكن من 46 جزءا. فعلماء الحديث والمفسرون فسروه هكذا, أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الرؤيا الصالحة لمدة 6 أشهر قبل الوحي, لمدة 6 أشهر قبل الإيه؟ قبل الوحي. وكانت كلها رؤى صادقة, فكان يراها كفلق الصبح, يعني لا يختلف, لا يقول تشبه رؤياي, ولكن هي كرؤيا تماما. فستة أشهر قبل الوحي, ثم 13 سنة في مكة, ثم بعد الوحي, ثم 10 سنين في المدينة بعد الهجرة, هذه 23. وكانت الرؤى لمدة 6 أشهر, ف23 سنة كم فيها 6 أشهر؟ فيها 46, نصف سنة فيها 23 سنة, كم فيها نصف سنة؟ 46. فلذلك قارن المحدثون والمفسرون والعلماء بين 6 أشهر الرؤى قبل الوحي, ثم فترة الوحي كاملة وهي 46 نصف سنة, فقالوا أن الرؤيا الصالحة, هذا تأويلهم للحديث, جزء من 46 جزءا من النبوة. فأنت إن رأيت, وكثير منا يرى ذلك, ترى شيء ثم إذا أصبحت أو بعد يوم أو عدة أيام يقع حدث يشبه ما رأيت في رؤياك تماما. فهذا دليل على أن هذه الرؤيا من الله عز وجل, وفيه إشارة إلى أنك قد تكون رجلا صالحا. تفضل. لما قلت قد؟